تعريفية بس بالكورس، ما فيهاش أي معلومات تكنيكال يعني. مدة 10 دقايق، ربع ساعة ماكسيموم، مش هنطول عن كده إن شاء الله بإذن الله. الهدف من المحاضرة بتاعت النهاردة إن أنتوا تعرفوا الكورس عبارة عن إيه اللي إحنا هناخده، وتشوف مستوى صعوبته ومستوى سهولته بالنسبة للمادة اختياري، لأن هي في الآخر أنتوا سيلكتيف كورس، فبالتالي ممكن تختاروا المادة دي أو أي مادة تانية. فحديكوا فرصة بس تتعرفوا على المادة، وفي خلال الأسبوع ده اللي هيستقر معانا أهلا وسهلا بيه، اللي هيفضل إنه ينقل مادة تانية يعني براحته خالص، مفيش أي مشكلة خالص يعني إن شاء الله بإذن الله. هبدأ أعمل شير للسلايدز اللي أنا نزلتها على ال LMS. أنا إمبارح نزلت المحاضرة دي على ال LMS، والتيبل كونتنت أو التايم تيبل السكيدول بتاعنا بتاع طول الترم إن شاء الله بإذن الله برضو نزلته على ال LMS، كل الطلبة تقدر تشوفهم يعني عشان تعرفوا السنة دي هتمشي ازاي. فحابب اعمل شير لنفس المحاضرة اللي انا نزلتها امبارح، شايفين كده المحاضرة؟ السكرين ظهرت تمام. دي ال يعني السلايد الاولانيه بتاعت الكفر بيج بتاعنا. دايما هتلاقي كل المحاضرات نازله بالمنظر ده، ان انا عنوان الكورس بتاعي كورس انترودكتوري، عنوان المحاضره يعني بتاعتي، وفي نفس الوقت تحت هتلاقوا مكتوب سي اس 437، ده المفروض الرقم بتاع الكورس بتاعكم، وانهي اسبوع احنا شغالين فيه. الاسبوع النهارده ان شاء الله باذن الله ده الاسبوع الاولاني، والكورس برضو سبرينج 22 اللي هو السنه بتاعتكم. ممكن تلاقوا نفس الكونتنت ده متكرر من السنه اللي فاتت او اللي قبليها، بس هتلاقوا مثلا بدل سبرينج 22 سبرينج 21 سبرينج 20، فتاخدوا بالكم من التاريخ عشان ما تتلخبطوش بين كورس قديم وكورس جديد. الايميل بتاعي احمد دوت مطلوب عند عنوان الميل بتاع الجامعه، عشان لو حد عايز يبعت لي اي حاجه ممكن يبعتها لي. اعتقد برضو النمره بتاعتي معروفه لكل الناس، برضو ممكن تبعتوا على الواتساب مثلا اي سؤال انتوا عايزينه، وبعد كده انا لما ارد هرد على الناس كلها عن طريق ال ام اس غالبا يعني، او هبلغ هدير مثلا لو في انستراكشن معينه عايز ابلغها لكم. فاعتقد هدير هي المندوبه بتاعت الماده، فهبلغها بحيث ان هي تبلغكم. الليكتشر بتاعت النهارده زي ما اتفقنا هي ماكسيمم 10 دقائق او ربع ساعه. الكونتنت بتاعها ان انا هبتدي اعرفكم على مجرد معلومات عامه على الماده، الهدف من الكورس ايه، الليرنينج اوت كومز بعد ما تتخرجوا ان شاء الله من الكورس ده هتكونوا انتوا عرفتوا ايه بالظبط او استفدتوا ايه، الكورس كونتنت المحاضرات عباره عن ايه، وكل محاضره هتتكلم عن ايه. في الاخر هوريكم سامبل للحاجات اللي انتوا هتسلموها سواء شيتات او امتحانات، وبرضه هوريكم شكل الامتحان بتاع السنه اللي فاتت اخر الامتحان، ومعاه كشكول الاجابه بتاع يعني اعلى واحد درجات خدها برضه حاططها في السلايد دي. نبتدي بالبيزك انفورميشن عن الكورس ده. زي ما اتفقنا الكورس العنوان بتاعه Behavior and Construction of Steel Structures. احنا مهتمين جدا في الكورس ده بالConstruction of Steel. احنا مش بناخد خالص في الكورس ده ديزاين، كل اللي احنا بناخده يعتبر كلام نظري ملوش اي علاقه خالص بالكالكوليشن، يعني ما اعتقدش ان احنا هنستخدم كالكوليتر خالص طول الترم. كله كلام نظري بيتكلم على ان شاء الله بعد ما تخلصوا ثالثه وتخلصوا رابعه وتعرفوا تعملوا ديزاين ستيل، هيتحول ازاي ديزاين الستيل اللي انتوا عملتوه على اللوح وعملتوه في الشيتات بتاعتكم ورسمتوا مثلا لوح سلمتوها خلاص، ازاي بقى الكلام ده يتحول لبيلدينج واقعي، يتبني ازاي يعني. فهو ده الكورس بتاعنا ان شاء الله. الكورس المفروض عباره عن محاضره اسبوعيه وسكشن. السكشن ده ما هو الا الشيت اللي انتوا بتحلوه هتسلموه، ولو في حد عايز اي اسئله فيه بنعمل حاجه زي اونلاين برضو، يعني التوتوريال نفسها بتبقى اونلاين في الوقت اللي احنا بنحدده، يعني مش لازم تبقى في تايم محدد، ممكن في اي وقت بعد ما تبصوا على الشيت وفي اسئله انتوا عايزينها بنفتح اونلاين مثلا كل اسبوعين او كل ثلاثه لما الشيت ينزل ويخلص، بحيث ان انتوا تسالوا فيه. وفي نفس الوقت بيبقى فيه كويزز موجوده كلها هتبقى اونلاين،
غير بقى امتحان الميد تيرم ان شاء الله باذن الله. فهنشوف الحاجات دي دلوقتي بالتفصيل يعني. فهو الساعتين بتوع كل اسبوع اللي هو هيبقى يوم السبت الساعه 4 ونص، هو ده المين بتاعنا اللي هو الليكتشر بتاعتنا. المحاضره يعني مش هتاخد ساعتين تماما يعني، بالكتير ساعه ونص ساعه ثلاث ارباع. بنبتدي في الميعاد بالظبط او 5 دقائق بعديها، على اساس ندي فرصه للي عايز يحضر او يتاخر. الكورس بتاعنا بيتاخد للناس اللي هتتخرج من ستراكشر ديبارتمنت اللي هو انتو يعني. الكورس بتاعنا الكتيف، فبالتالي مش كورس اساسي يعني، مش كل الدفعه المفروض تاخده، على حسب اللي هيختاروا الكورس ده. انا متخيل يعني ان الناس اللي هتختار الكورس هي مينلي الناس اللي هتشتغل في الستيل، سواء بقى خدوا مشروع ستيل او ممكن يكونوا مثلا اخدوا مشروع ستراكشر بس في نفس الوقت عايزين يشتغلوا ستيل بره. فده التارجت بتاعنا يعني. قولي يا هدير تاني معلش. هدير الو مش سامعني حضرتك يا دكتور؟ طيب فبقول يعني اللي عايز ياخد الكورس ده يكون عايز يشتغل في ستيل، سواء بقى يشتغل في الديزاين، طبعا هيزود معلوماته في الديزاين، او هيشتغل في الكونستراكشن. كونستراكشن ان هو هينزل سايت يستلم من غير ما، مش هو اللي هيعمل الديزاين يعني، يستلم الحديد بتاعه في السايت، يشرف على الكونستراكشن في السايت. ممكن برضو الناس اللي هتشتغل في شركة من شركات تصنيع الحديد، ممكن اللي هيشتغلوا في الحساب الكوانتيتي او التسعير، او اللي هم بيسوقوا للستيل عشان يتباع. ففي شغلانات كتيره قوي 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 المهندس ممكن يشتغلها، مش كل الشغلانات ان انت تعمل ديزاين، لا في شغلانات كتيره قوي في المجال الهندسي انت تقدر تشتغلها، بس بتحتك بالبرودكت اللي هو الستيل. فهي دي مين للناس اللي هتستفيد بيها. اي حد تاني بقى عايز يزود معلومات وياخد الكورس معانا طبعا اهلا بيه يعني، بس لو ما اشتغلش في الستيل بعد كده يبقى هو ما استفادش كتير من الكورس. الهدف بتاع الكورس، الحاجات دي بتبقى في السبيسيفيكيشن بتاعت الكورس، ان احنا اكستندنج سينيور ستراكشر انجينير. انتوا بنسميكوا سينيور ستراكشر انجينير، سواء سينيور 1 او سينيور 1 اللي هو سنه ثالثه، وسينيور 2 اللي هو سنه رابعه. ده في اللائحه الجديده، يمكن انتوا لائحه سنه 2003 بس المسمى بتاعكم اللي هو سينيور انجينير. فاحنا نزود معلوماتكم والنولج بتاعتكم على الماتيريالز بتاعتنا، الماتيريالز اللي هي مينلي الستيل. getting the student closer to applicable construction problem، ان انت وانت واقف في السايت اكيد اكيد هيحصل مشكله، مشكلة بقى سواء في التصنيع، سواء في التركيب، سواء في النقل، هتحلها ازاي؟ انت كمسؤول وقاعد في السايت، انت المسؤول ان انت تحل المشاكل دي. فلما تجيلك مشكلة معينة انت المفروض تحلها. طب تحلها ازاي؟ بالمعلومات السابقة اللي انت اتعلمتها في الكلية، وطبعا بخبرتك كل ما تكبر اكتر في المكان، وكل ما تبقى عندك اكسبيرينس سنة وسنتين وثلاثة، طبعا تعرف تحل المشاكل اسرع. فانت لو ما تخرجتش من الكليه وعندك اي معلومات سابقه عن الكونستراكشن، هتبقى كده هتبتدي معلوماتك في السايت. الاحسن طبعا ان احنا ناخد الكورس ده، وهو ده الهدف من الكورس، ان انت تبقى عارف اصلا خبرات الناس اللي قبل كده، ان خبرات السايتس اللي بتحصل دلوقتي والكونستراكشن بيحصل ازاي، تبقى انت عارف معلومات عنها، عشان لما ان شاء الله باذن الله تشتغل يكون يعني تعرف تتواكب مع السايتس على طول. اخر حاجه building the students engineer sense، برضو حته ان انت يبقى عندك السنس ان انت تحكم على الحاجه، هي الحاجه دي معموله صح او معموله غلط، او ازاي تتعمل صح. ناخد بالنا ان انت كمهندس هتتعامل مع ناس كتير قوي في الكونستراكشن، بمعنى ان انت مثلا مش انت اللي بتلحم. لو احنا بنتكلم مثلا عن اللحام، مش انت اللي بتلحم، لا هو في عامل هو اللي بيلحم. فانت كمهندس طبعا، هو العامل اللي بيلحم ده بيبقى خبير جدا في اللحام، واخد شهادات اصلا يعني، فبيبقى متمكن من اللي هو بيعمله. بس انت كمهندس لازم تبقى فاهم كويس جدا هو بيلحم صح ولا غلط، عشان البرودكت لما يطلع في الاخر يطلع صح ولا غلط. الكلام ده ينطبق على اي حاجه، انا بقول لكم اكزامبل على اللحام، بس انا بقول اي حاجه. لو بنخرم عشان نعمل الهول بتاعه المسمار، لو بنربط اصلا المسمار، برضو مش انت اللي هتربط بايدك،
انت واقف انجينير في السايت ما بتعملش حاجه بايدك، في عمال هي اللي بتشتغل، فانت لازم طول ما انت واقف بتحكم على الراجل ده هو شغال صح ولا غلط. فما ينفعش تسيب نفسك انت كمهندس وانت المسؤول، ما ينفعش تسيب نفسك للعامل او هو الراجل اللي بيشتغل بايده هو اللي يقول لك انا شغال صح او غلط. هو بالنسبه له متعلم بطريقه معينه انه يربط حاجه او يلحم حاجه، بس انت اللي في الاخر اللي مسؤول عن الاستراكشر اللي بيطلع ده. فاي غلطه هو هيغلطها انت في الاخر المسؤول عنها. فده السبب ان انا بقول ان انت لازم يبقى عندك خلفيه سابقه، هو الشغل اللي بيحصل في السايت او الشغل اللي بيحصل في الكونستراكشن في الفابريكيشن في الاريكشن، الحاجات دي كلها لازم انت تبقى عارف هي الكلام اللي بيحصل ده صح ولا غلط، ولو حصل حاجه غلط ازاي نصلحها. ممكن عادي اخطاء بتحصل، ممكن مشاكل بتحصل في السايت، لازم تبقى انت برضو مسؤول عن ان انت ترجعها تاني لمسارها السليم. فده الهدف من الكورس في الاخر، ان انت يبقى عندك الخبرات دي، خبرات طبعا مبدئيه في الكليه، وكل ان شاء الله باذن الله لما الواحد يزيد اكتر في الشغل بتكتسب الخبرات اكتر. الاوتكمز بتاعتنا برضو يعني هو نفس الكلام اللي انا قلته من شويه، الكلام ده اللي موجود في الكورس سبيكس بيكتب دايما ايه اللي انت المفروض تتعلمه. انا مهتم بين كل ده هتلاقي اخر حاجه خالص اللي هي work in team وcommunicate with others. حته work in team وcommunicate in others دي مهمه قوي، عشان انت لما بتتعامل بره في الشغل انت بتتعامل مع ناس تانية. فانت طول ما انت في الكليه كل اللي انت بتتعامل بيه ان انت مثلا بتاخد شيت تحله وتسلمه تاني خلاص كده خلص، فانت ما بتتعاملش مع حد. طب كورس زي بتاعنا ده كورس نظري ما فيهوش مسائل، ما فيهوش شيتات تحلها بايدك، فمهم جدا يظهر فيها الريبورتس، ان انت نتفق مع بعض كده مثلا كل 4 أو 5 طلبه يبقوا مجموعه واحده، المجموعه الواحده دي تسلم لي ريبورت في الاخر. فالريبورت اللي هو هتسلمه في الاخر ده هيعلمهم ازاي هم اصلا يتعاملوا مع بعض، لان طبعا هيبقى في فرق جريدز بينهم، مثلا في واحد شاطر، واحد اقل شويه، واحد عايز يشتغل، واحد مش عايز يشتغل اصلا. فلما يبقى في جروب فيه 4 5 مختلفين عن بعض ده يعلمنا ازاي نتعامل مع بعض، وفي نفس الوقت الخمسه دول مسؤولين عن ريبورت واحد فقط. فالشغل مع مجموعه هو ده المهم، انت طول ما انت في الكليه شغال لوحدك، انما اول ما تطلع بره في الشغل في المجال العملي انت لازم تبقى شغال مع تيم، مش هتبقى شغال لوحدك ابدا، فبالتالي لازم تبقى تعرف تتعامل مع كل الناس ازاي. فبدايه للتعامل ده ان احنا نشتغل مع بعض. هنعملها ازاي في الكورس بتاعنا؟ هنعملها عن طريق ريبورت، ان احنا نختار توبيك معينه، بيبقى في الاسبوع السابع او الثامن بيبقى في توبيك معين بتعملوا فيه ريبورت، وكمان تعملوا فيه برزنتيشن، ان احنا نعمل باوربوينت ونقدم البرزنتيشن دي. ممكن تبقى واحد اللي يقدمها، ممكن يبقى الخمسه يقدموها مع بعض اللي هم في الجروب يعني. فدي مهمه جدا، ودي يعني نقطه مهمه ان انت تكتسبها من خلال الكورس بتاعك. بقيه النقط هي اللي احنا اتكلمنا فيها، ان انا اعرف اندرستاند الماتيريال بتاعتي اللي انا هستخدمها، select suitable solutions, different fabrication erection requirements, evaluate different welding وpainting. طبعا البينتنج اللي هو ان انا همسك الحديد ادهنه بعد كده عشان احميه من الصدى، فلازم برضو انا لما برضو في واحد هيدهن، فانا بقى لازم احكم هو اللي بيدهن ده بيدهن صح ولا غلط. هل الدهان ده عشان دهنه بطريقه غلط بعد مثلا سنه ولا سنتين هتلاقيه يفك؟ خدوا بالكم ان انتوا بتسلموا الاستراكشر بتاعنا وممكن يحصل فيه مشاكل بعديها، ما بتظهرش ساعتها بس بتظهر بعديها، فلازم انت برضو يبقى الكونستراكشن بتاعك انت تحكمه كويس بحيث انه يبقى الكواليتي بتاعته عاليه. طيب ده كده الليرنينجز اوتكمز. الكورس كونتنت اللي احنا برضو اتكلمنا عليها من شويه، برضو كل ده زي ما بقول لكم موجوده في الكورس سبيكس يعني او في اللائحه. لما انتوا تبصوا كده على اللائحه بتاعتكم المفروض يبقى الكلام ده هو اللي مكتوب فيه. فالمهم يعني الكورس كونتنت ده عباره عن ايه؟ لو مشينا بالترتيب انا في الاخر لخصتها في الاخر، هتلاقي المين توبكس بتاعتنا الماتيريال ديليفري، هو ده ملخص كل اللي فوق. كلمه ماتيريال ديليفري ان انا دلوقتي عندي ستراكشر معين، كاميرا وعمود، فالكاميرا والعمود دول مش بيجوا لي كده جاهزين، لا ده انا مثلا بشتري رو ماتيريال. كلمه رو ماتيريال اللي هي متصنعه مثلا بليتس، بشتري بليت كبير قوي وابدا اقطعه حتت،
فانا وانا بشتري البليت الكبير قوي ده لازم استلمه، لازم البليت ده يبقى انا ضامن ان البليت ده سليم. فدي اللي بنسميها ماتيريال ديليفري، ان انت كمهندس لازم تتاكد ان الماتيريال اللي جايه لك اللي هي اشتريناها من حته ثانيه، نزلت كده الماركت واشتريت بليت، لازم وانا بستلم البليت ابقى عارف ان البليت ده ينفع اصنع بيه، ما يبقاش معوج مثلا، ما يبقاش مصدي، يبقى الماتيريال بتاعته اللي هو اليلد، انت احنا بنعمل ديزاين بيبقى فيه يلد وفيه التيميت سترينث، فلازم اطمن هم الصح. ففي شويه حاجات كده المفروض ان احنا ايه نطمن منها، فده اللي اسمها الماتيريال ديليفري. وفي نفس الوقت اخزنها، الماتيريال دي انا لما بستلمها بحطها في مخزن او بخزنها بطريقه معينه، لازم الطريقه دي تبقى سليمه، ما الاقيش مثلا الطريقه دي تسبب عيوب بعد كده، اشتريت الحديد بثمن كبير قوي وفي الاخر الاقيه باظ عندي انا في المخزن بتاعي، سواء مطره مطرت عليه مثلا، سواء صدى، سواء اتعوج. طبعا الستيل مشهور في الباكلينج فلازم نحميه من الباكلينج، فشويه الحاجات دي اللي اسمها ايه الماتيريال ديليفري. بعد كده البريبيرنج بتاع الماتيريال، بمعنى ان انا همسك البليت الكبير قوي قوي، كلمه بليت كبير اللي هو الدايمنشن بتاعته مثلا 2 متر في 12 متر مثلا، هو ده الستاندرد مثلا اللي بيصنعوا بيه، عرضه 2 متر على قد عربيه النقل، عرض عربيه النقل، وطوله 12 متر برضه على قد الطول بتاع الترانسبورتيشن عشان لما ينقله مثلا يعني. فلما يكون عندي بليت 2 في 12 ابدا اقطعه حتت، مثلا انا عايز اعمل جاسد بليت، فعشان اعمل جاسد بليت اقطعه بشكل معين، ومش هقطعه بس، انا عايز اخرمه في اماكن معينه عشان احط بعد كده المسامير، لازم اجهزه عشان الحمه. فالكلام ده كله اللي بنسميه بقى الماتيريال بريبيرنج. بعديها الفابريكيشن، ان انا اخش بقى في حته حته كده اصنعها. بعديها الويلدنج، ان انا اجمع الحاجات دي مع بعض، ما انا مسكت جاسد بليت ومسكت ويب ومسكت فلانج، عايز الحمهم مع بعض عشان اكون الاي بيم ومع الاستيفنرز مثلا. انتوا في سنه رابعه في البريدج بتاخدوا ستيفنرز، فكل الحاجات دي بنقطعها حتت حتت وبعد كده بنجمعها كل ده في الـ في الـ في الـ مش في السايت، في المصنع، مصنع الفابريكيشن. بعد ما صنعنا، قبل ما يخرج المنتج بتاعي، المنتج ده اللي بقى اي بيم، قبل ما يخرج للسايت لازم ادهنه عشان اطمن انه مش هيصدي، لان عيب من عيوب الستيل انه الصدى، فكلمه البينتنج ده ان انا ادهنه. وبعد كده اوديه للسايت اعمل اريكشن، ان انا اودي بقى العمدان مع بعض واودي الكاميرات مع بعض، وابدا بقى في السايت ابدا اعرف احمل ازاي واوصل ازاي واركب ازاي لحد في الاخر ما اكون المنتج بتاعي. كل الايتمز دي بالترتيب كده، كل واحده فيهم او كل ستيب فيهم، كل ستيج لازم يتخللها كواليتي كنترول. بمعنى ايه؟ ان انا وانا بعمل ماتيريال ديليفري في حاجه اسمها كواليتي كنترول في العمليه دي، وانا بعمل بريبيرنج فيها كواليتي كنترول، وانا بعمل فابريكيشن، وانا بعمل ويلدنج، وانا بعمل بينتنج، كل واحده فيها كواليتي كنترول. فاي شغلانه هنعملها لازم يبقى فيه طريقه معينه للكواليتي كنترول. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا لازم في الاخر خالص هعمل حاجه زي تيست اطمن على كل حاجه ان هي طلعت سليمه، زي مثلا الويلدنج، انا عملت ويلد مثلا او بطلت، لما بلحم لحام فيلت ويلد لازم اعمل عليه اختبار اطمن ان اللحام ده سليم، سليم ما فيهوش عيوب، ما فيهوش فراغات جوه. اعتقد في سنه ثالثه وفي الكود المصري هتلاقي مثلا موجود انواع كده من عيوب اللحام، ممكن يبقى فيه هواء جوه، جابس كده جوه، ممكن يبقى فيه لحام السايز بتاعه مش مظبوط، انت مثلا عايز تلحم سايز معين فالسايز بتاعه مش مظبوط. فازاي تطمن ان انت تطلع منتج سليم؟ ان انت تعمل عليه كواليتي كنترول. فكلمه كواليتي كنترول دي في كل مرحله من مراحل التصنيع والتركيب. وفي الاخر خالص الانسبكشن، ان انا اعمل بقى انسبكشن على المنتج بتاعي، ان انا اطمن برضو في الاخر قبل ما اسلمه ان كل حاجه فيه سليمه. طيب دي الخطوات الاساسيه زي ما اقول لكم، ده ملخص الكورس بتاعنا يعني. طيب الكورس بتاعنا ده ان شاء الله لما تاخدوه لازم نعمل يعني اسسمنت، لازم نعرف درجاتكم ايه. فهنعرف ازاي درجاتكم؟ هي الكورس بتاعنا 100 درجه، فال 100 درجه متوزعه الامتحان الفاينل 70 درجه لوحده، ويتبقى 30 درجه اعمال سنه. 30 الدرجه الاعمال السنه دي 15% منها 15 درجه منها اللي هي نص اعمال السنه بتبقى على الميد ترم. الميد ترم ده غالبا في الاسبوع السابع. فالميد ترم بيبقى عليه 15 درجه، يتبقى 15 تانيين. ال 15 التانيين دول متوزعين 6 اساينمنت، هم 3 اساينمنت، 3 اساينمنت بست درجات، وفي الريبورتس بستة تانيين متقسمين
اربع درجات على اثنين ريبورت، يعني احنا هنطلع اثنين ريبورت كل واحد عليه درجتين، وفي الاخر البرزنتيشن نفسها اللي انتوا هتقدموها عليها كمان درجتين، يبقى ست درجات على الاساينمنت، بمعنى ان كل اساينمنت ليه درجتين، اثنين ريبورت اربع درجات، كل ريبورت عليه درجتين، البرزنتيشن عليها درجتين، وفي الاخر الميد ترم عليه 15 درجه، والاتندنس عليها 3 درجات، مجموعهم كلهم مع ال 70 درجه يدي ال 100 درجه بتاعتنا ان شاء الله. الاتندنس هناخد دايما كل اسبوع اتندنس، يعني الاسبوع ده او النهارده مش يعني مجرد محاضره تعريفيه، فاحنا مش هناخد المره الجايه باذن الله هيبقى درجات. طيب ده الكورس كونتنت. يتوزع ازاي على الاسابيع بقى بتاعت الترم ده ان شاء الله باذن الله؟ ده النهارده، تاريخ النهارده اهو اللي هو الاسبوع بتاع 19 فبراير. ف 19 فبراير دي اول محاضره، مجرد كورس انترودكتوري. بعد كده بقى كل اسبوع هتلاقي انا حاطط لكم هنا الاسامي بتاعت الكورس بتاعنا عباره عن ايه، او سوري المحاضره يعني العنوان بتاعها، لحد في الاخر الاسبوع ال 15 يبقى جنرال ريفيجن. الترم بتاعنا دايما يبقى 15 اسبوع. الديليفربلز اللي هي الاساينمنت، ده المواعيد بتاع التسليمات، يعني الاساينمنت نمبر 1 هيتسلم في الاسبوع بتاع 12/3، الاساينمنت نمبر 2 هيتسلم في الاسبوع بتاع 26/3، الريبورت الاولاني هيتعمل يوم 9، انا كاتب كلمه بعديها كده ديو 2 ويكس، يعني من يوم 9 سامح لكم ب 2 ويكس تعملوا فيها الريبورت. البرزنتيشن هتتقدم يوم 23 وهنكمل كمان يوم 30 غالبا، عشان العدد بيبقى كبير فما نلحقش نخلصها في مره، فبنعمل برزنتيشن على مرتين. المرتين دول مختارينهم في الاسبوع بتاع، في اسبوع اللي هو الايستر فاكيشن، احنا بناخد يوم الاحد والاثنين اجازه ويوم الخميس اجازه مثلا، ف يعني هنختار، هي كلها هتبقى اونلاين، فهنختار ميعاد مناسب يبقى بعيد عن الاعياد بحيث ان احنا نقدم فيها البرزنتيشن. البرزنتيشن دي هتبقى مجرد عرض بس، انتوا هتكونوا سلمتوا خلاص الريبورت بتاعكم، وده هيبقى مجرد عرض للريبورت اللي انتوا عملتوه. برضو عيد الفطر هيبقى فيه 3 ايام عيد الفطر في خلال الاسبوع، برضو هنختار يوم نكمل فيه البرزنتيشن ده بحيث ان هي تبقى بعيده عن العيد. اي يوم، مش لازم يبقى يوم السبت اللي هو يوم المحاضره، ممكن نختار اي يوم تاني زي ما بقول كده، دي مش بتبقى محاضره، دي بتبقى مجرد برزنتيشن بنقدم. لو عايزينها تبقى في الكليه نفسها ان بيرسون، انا بصراحه افضل ذلك، بس لازم نتفق مع بعض كلنا يعني ان شاء الله ساعتها يعني. في ريبورت تاني، الريبورت التاني ده يوم 14/5 لمدة الديو بتاعه 1 ويك، يعني من يوم 14/5 هتقعدوا اسبوع وبعد كده تسلموا، وفي الاخر خالص بقى الفاينل اكزام يوم 4/6. فده السكادول بتاعنا بتاع الترم ده. الشكل بتاع الديليفربلز بتاعتنا، الاساينمنت يعني كلها هتلاقيها ام سي كيو، ان انا مثلا كاتب هنا مثلا كويشن نمبر 1 واي جمله، وفي الاخر بيديك مثلا اربع اختيارات وانت تختار منهم. فالاساينمنتس كلها سهله، يعني زي ما بقول هو الماده ما فيهاش كالكوليشن خالص، فهي الماده نظري، فهتلاقي كل الاساينمنتس دي ام سي كيو، بس ده مش معناها ان الامتحان ام سي كيو، الامتحان ممكن يتخللوا شويه حاجات ام سي كيو، بس برضو هنقول يعني ايه، نتكلم عن حاجات معينه بتبقى القاء او اي سي يعني. فالاساينمنتس بس هتلاقيها هي الام سي كيو، ده مجرد شكل ليها، دول ثلاثه اساينمنتس على طول الترم. الريبورت ده مجرد شكل للريبورت اللي حصل، ده كان من سنتين عملنا سايد فيزيت لمصنع من المصانع في العين السخنه، ودي الطلبه اللي كانت حاضره، وفي الاخر طلعنا برضو كل جروبس طلع ريبورت عن الزياره بتاعت المصنع دي. يعني للاسف السنه اللي فاتت واللي قبليها ما قدرناش نعمل نفس الحركه، عشان ما كانش في مصنع بقى، يعني عشان الكورونا مينلي، يعني ان ما فيش مصنع كان موافق ان حد يجي يزور المصنع، العدد الطلبه كان كبير، ما كانش ساعتها في كورونا. دلوقتي لا، لازم يبقى في تباعد ولازم يبقى في ماسكات، فالموضوع ما كانش افكتيف، فبالتالي ما عرفناش نعمل الزياره دي. مش عارف السنه دي هنقدر نعملها ولا لا، يعني هنحاول ان شاء الله، انا هحاول ان احنا برضو يبقى عندنا زيارة للمصنع، بس اكيد طبعا لو عدد الطلبة كبير يبقى هيبقى الموضوع سيلكتيف، يعني ان انا مش كل الطلبة هتروح المصنع. هيبقى مثلا لو احنا قسمناها
لجروبز معينه، فمثلا كل 5 طلبه في جروب، فاحنا هنختار طالب من كل جروب هو اللي يزور الزياره دي، لان الزياره بالكتير قوي 20 طالب او 30 طالب في المره الواحده، المصنع ما يقدرش يتحمل عدد اكبر من كده. فده بالنسبه للريبورت بتاعنا، سواء بقى ريبورت فيه زياره او مفيش زياره، في الاخر انت هتطلع ريبورت، كل جروب هيطلع ريبورت، وزي ما بقول كده الريبورت هيطلع عن طريق جروب مش انديفيدوالي. الريبورت الثاني يعني احنا قلنا تو ريبورتس، الريبورت الثاني هيبقى سنجل، يعني كل طالب هيطلع ريبورت، بس هو هيبقى ريبورت بسيط جدا، هيبقى العنوان الموضوع بتاعه عباره عن كل واحد هينزل وهو ماشي في الشارع كده يصور صورتين ثلاثه لاي منشأ ستيل يبين العيوب اللي فيه. انا ما بصورش المنشأ على بعضه، انا بصور مثلا المسمار وهو مصدي وبقول ان العيب، يعني حاجه اللي هي الانسبكشن، هناخد محاضره اسمها انسبكشن، دي عباره عن ايه؟ ان انت وانت مهندس لما بتزور مصنع من مصانع او سايت موجود اوريدي اكزيستنج، يعني انت مش بتبنيه، لا هو اتبنى من 10 سنين بس، بينزل يقول لك لو سمحت اعمل لي انسبكشن عنه. فانت بتبص كده وتتفرج على كل حاجه، المسمار راكب صح ولا غلط، الكاميرا معوجه، لا العمود مثلا مايل شويه، لا في باكلينج هنا، لا هنا في حته مصديه، لا المسمار مش مربوط اصلا. فالريبورت الثاني ده هيبقى كل طالب وهو ماشي في الشارع، غالبا تبقى مثلا لوح اعلانات، لو شفنا اي حاجه فيها عيوب زي ما بقول لكم كده هيبقى حاجه اسمها انسبكشن. فالانسبكشن ده ان كل طالب هيبقى مسؤول يطلع لي عيب من العيوب اللي هو شايفها مشكله في الستيل، وكمان هيحلها ازاي. يعني هو ده الريبورت، يعني الريبورت في الاخر عباره عن صفحه او صفحتين، صوره وتحتيها الديسكريبشن بتاع العيب، هو ليه العيب ده، ايه يعني ايه شكله، وبعد كده سببه ايه، ايه الاسباب اللي عملت العيب ده، وبعد كده سجستشن ازاي نحل العيب ده. فده كده هيبقى الريبورت الثاني ان شاء الله، ده الديو بتاعه 1 ويك. في الاخر خالص او في نص السنه لسه عندنا الميد تيرم اكزام. الميد تيرم اكزام برضو ده صوره من الصور اللي اتعملت اونلاين، بس هو السنه دي او يعني والسنه اللي فاتت كمان مش المفروض هيبقى اونلاين، فدي مجرد بس شكل، برضو كان هيبقى ام سي كيو، برضو في اي سي كذا كذا سؤال، فالسنه دي برضو هيبقى يعني الامتحان غالبا بيبقى ساعه، بيبقى برضو يعني يشبه الامتحان اخر السنه، بقى هتلاقي فيها حاجات ام سي كيو حاجات اي سي. الاخر حاجه خالص الفاينل اكزام، ده شكله ممكن يعني تقروه وتشوفوا ايه الاسئله، انا منزلها زي ما هي بالظبط كده عشان تعرف الاسئله اللي انت هتسالها في الاخر، والامتحانات ما بتبقاش متغيره قوي عن بعض، لان في الاخر المنهج منهج واحد ما فيهوش ابتكار او ما فيهوش تجديد، يعني ما فيش ديزاين عندي، انا بتكلم على امر واقع موجود في السايتس او تكنولوجيا معينه بتستخدم في الفابريكيشن، طرق معينه تستخدم في الاريكشن، كل اللي بنعمله ان احنا بنعرفكم عليها. فبالتالي هتلاقي الامتحانات كلها تشبه لبعض، فده كده شكل من اشكال الامتحانات تتفرجوا عليه، وفي الاخر الحل بتاعه ده الصفحات كلها اللي متصوره من اعلى واحد حل فيها. طبعا زي ما انتم شايفين الكراسه كلها مليانه، لان زي ما اتفقنا كده هو امتحان نظري، فبالتالي بتكتب كتير يعني، فعشان تكتب كتير فتلاقي الكشكول كله ما شاء الله ايه مليان. ده كده الملخص او التعريف بتاع المنهج بتاعنا. زي ما اتفقنا كده انا موجه الكلام كله للطلبه ملي اللي هم واخدين مشروع ستيل او عايزين يشتغلوا ستيل حتى لو مش واخدين مشروع ستيل. لو في اي حد تاني واخد الماده عشان مثلا سهله، عشان بسيطه، عشان يعني يلم فيها درجات، هي الماده سهله صحيح بس هي نظر كتير، فبالتالي اللي هيخشها وهو مش حاببها هتبقى صعبه عليه، هيبقى عايز يعرف معلومات كتيرة، في شوية حفظ صغنن كده هتلاقيه موجود، في شوية شغل زي ما اتفقنا في الريبورت هتلاقيه موجود، فإحنا هنشتغل بجد مش مجرد مادة سهلة وخلاص، يعني كل الناس بتنجح فيها، ما حدش إن شاء الله بإذن الله بينزل في المادة إلا لو هو عايز، يعني دي بتاعته هو بقى، بس احنا مش بنستهدف ان احنا نسقط حد. وفي نفس الوقت الشاطرين قوي بيقولوا طب انا اخد الماده وهضيع درجات، لا مش هيضيع درجات ولا حاجه، يعني دايما الاوائل في الماده، يعني في اعمال السنه بنشوفها، في اعمال السنه بنلاقي في ناس كتيره واخدين 30 من 30 في اعمال السنه،
مش قليلين. امتحان اخر السنه بيبقى مثلا في 3 4 جايبين الفول مارك بتاعت الامتحان، حتى اللي بعديهم على طول مثلا بدل 70 بيبقى 69 68 ماكسيمم، فمن 68 ل 70 بيبقى عدد مش قليل يعني. بعد كده في بقى خلاص بقى بقيه التقديرات موجوده. يعني السنه اللي فاتت لو بصينا على الـ يعني التوزيع بتاعه الدرجات هتلاقي مثلا نسبه 10% او 15% جايبين امتياز، مثلا 40% او 50% جيد جدا، اللي جيد كان اعتقد 10%، المقبول 5% او 3%. فالتوزيع مظبوطه، بس ايه معظم الناس جايبين جيد جدا وناس كتيره جايبين امتياز، بس برضو في ناس بتجيب جيد وفي ناس بتجيب مقبول، اللي هم مجرد مستمعين يعني بيستمعوا معانا المنهج ومش بيذاكروا قوي، فبالتالي مش هدفهم الدرجات اكتر ما هدفهم ان هم يتعلموا معلومات جديده تنفعهم ان شاء الله باذن الله في الشغل. انا كده المحاضره بتاعتي خلصت، فلو حد عنده اي سؤال ممكن نبتدي من دلوقتي. اي حد يسال اي حاجه لو سمحتوا عشان ابقى عارف ان انتوا معايا. يا حضرتك يا دكتور، قولي يا هدير سؤالك. لا انا ما عنديش سؤال، انا بقول لحضرتك ان احنا يعني تمام مع حضرتك. طب ابانوب ما تسال اي حاجه، صورتك منوره معانا اهي. اهو انت رفعت ايدك، اسال على طول. مش سامعينك، افتح الميوت. المايك بايظ. طب بنعرف سؤالك ازاي؟ طيب كده ما عندكش سؤال. طيب محمد مصطفى معوض، احمد اسامه، دي الناس اللي قدامي. اي حد عنده سؤال خلاص مش لازم. ايوه دكتور مع حضرتك، بس انا ما عنديش اسئله او حاجه. طيب لو يعني لو كلكم ما عندكمش اسئله خلاص، انا كده زي ما بقول لكم انا المحاضره بتاعتي خلصت، فهسيبكم نص دقيقه لو حد عنده سؤال. لو محدش عنده سؤال خلاص، شكرا جزيلا بيكم، ونتقابل بقى يوم السبت الجاي ان شاء الله باذن الله الساعه 4:30 في نفس الميعاد. دكتور دكتور احمد. معاك، اتفضل يا فندم. مين معايا؟ عماد حسام. عماد اتفضل يا عماد. خير، كنت اسال حضرتك يا دكتور، هو الماده يعني في يعني الريزلت في الاخر او الكونسبت في الاخر اللي هو يعلمنا شغل تنفيذ ستيل، ان انا اقدر مثلا سيستم بص في موقع او حاجه ان انا صح كده، انت اول ما بتنزل موقع انت ما اتعلمتش في الكليه غير ديزاين بس، فانت تعرف تعمل بالظبط ديزاين تنشن ديزاين كومبريشن، بس مش عارف الاي بيم او الديتيلا مثلا اللي انت بترسمها والكونكشن اللي انت بترسمها هتتصنع ازاي. فالهدف من الكورس ان يعلمك فعلا دي هتتصنع ازاي، بدل ما تشوفها بعينك. انت مش هتعرف تشوفها بعينك دلوقتي، انت لسه طالب في الكليه فلسه ما اشتغلتش لسه ما شفتش، فانت بتعرفها من دلوقتي عن طريق اللي احنا بنقوله، فهي مفيده جدا كمعلومات اكتر بكتير عن الديزاين، مربوطه بالديزاين طبعا، بس هي معلومات اكتر، فبالتالي هتستفيد جدا ان انت تعرف هم بيصنعوا الحاجات دي ازاي، وخطوات التصنيع ازاي، وازاي المنشأ بيتبني لحد ما يوصل في الاخر ان انت شايف منشأ مبني كده ستيل. زي مثلا المبنى الجديد عندنا اللي هو المبنى الكريديت اور، هتلاقي اخر دور خالص ستيل، فازاي وصلنا لمرحله ان في ستيل بيركب فوق كده، فهي دي اللي احنا الحاجات اللي هنقولها، ازاي الحاجات دي اتصنعت وبعد كده جت السايت وبعد كده طلعت وركبت فوق. فدي المنهج بتاعنا فعلا. إجابتي واضحة يا عم؟ شكرا لحضرتك. شكرا ليك. خلاص في حد تاني غير عماد؟ طيب أنا شاكر جدا لوقتكم، ونتقابل الأسبوع الجاي إن شاء الله بإذن الله. شكرا جزيلا. شكرا يا دكتور.